وللحديث عن تظاهرات الخريجين في عموم البلاد والمطالبات بالتعيين وسط اتهامات الحكومة بإهمال هذا الملف، معنا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. حياكم الله دكتور قحطان. أهلا بك، حياك الله وحيا قناة وحيا المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور قحطان، ما الذي يعنيه استمرار تظاهرات الخريجين والاحتجاجات الكبيرة والاعتصامات في بغداد وعدد من المحافظات رغم كل هذا القمع الحكومي لها؟ وبالتأكيد يؤكد حقيقتين أساسيتين. أولا هو أن الجانب الرسمي للحكومات المتعاقبة من حيث الموقف والتخطيط والتوجه هو ليس في صالح إعطاء الخريجين والأعداد العاملة حقوقها الطبيعية، وهذا بالتأكيد لأجندة خارجية كما هو داخلية. والشيء الآخر يؤكد أن إصرار الشعب العراقي على أن يأخذ استحقاقاته بالوسائل المعتمدة والأصولية والتي نتمناها أن تثمر بشكل أو بآخر، سيما في اتجاه تغيير العملية السياسية لأن هي أساسا عقيمة ولا يمكن أن يرجى منها شيء إيجابيا. هل يمكن التعويل على الحكومة الحالية لتنفيذ مطالب الخريجين خاصة بعد لجوئها للعنف لتفريقهم؟ حقيقة الأمر لا يمكن يتم التعويل على الحكومات المتعاقبة بشكل عام ولا حتى على حكومة إن جاءت تدعي أنها إيجابية أن تعمل شيء. أولا إذا استثنيناها من أنها هي تكمل مسيرة الخلل الكبير والقوة المؤثرة الفاسدة في الشأن السياسي، نقول هذه الحكومة إذا كانت جادة وإذا كان فيها من الوطنيين الكثار لا يمكن أن يقوى أن يقدم شيء، لأن المحاصصة تحتكم فيها، الفساد يحتكم في أمور عمل الدولة، والجنات الخارجية فعالة في الشأن العراقي. وبالتالي لا هذه الحكومة ولا أي حكومة آخرى وفق هذه الآلية العامة التي تعمل بها العملية السياسية أن يقدم شيء للعراق نهائيا. يعني برأيك ما الذي تختلف فيه هذه الحكومة عن حكومة الكاظمي التي فشلت بتنفيذ ما وعدت به ووصل بها الحال كما تعلم لرمي طلبات التوظيف في النفايات التي عثر عليها فيما بعد؟ هل هناك اختلاف؟ الاختلاف لأن حكومة كاظمي هي صنيعة القوى السياسية الفاسدة، والحكومة الحالية هي صنيعة القوى الفاسدة الحاكمة، والقوى الفاسدة ذاتها أجنداتها خارجية أكثر ما هي داخلية، وإذا كانت ثمة أجندة داخلية فهي أجندة طائفية مذهبية ضيقة، والآن تطور الضيق وتطور الانسداد والانغلاق باتجاه في داخل الخندق الواحد، هناك تقاطعات كبيرة بنية أنانية التوجيه والتفكير. وبالتالي هذه الحكومة أو سواء هي ناتج من المستنقع ذاته، ثم أنها مكبلة بذات الآلية الخاطئة التي بالتأكيد ستعيق هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى. يعني دكتور قحطان، السؤال الأهم هنا، لماذا يجري تجاهل مطالب الخريجين بالتوظيف لا سيما في القطاع التعليمي في الوقت الذي أقرت فيه نقابة الأكاديميين بحاجة العراق إلى آلاف التدريسيين بحلول عام 2023؟ إذا تابعت مسألة التعليم بشكل عام ونضع التعيين جانب إلى حد معين، نذهب إلى طبيعة العملية التعليمية بشكل عام. المناهج تم تدميرها وتم تسفيهها وتم دمج القضايا الطائفية المذهبية الضيقة، حتى برفعة العلم هناك مظاهر طائفية مذهبية لا علاقة لها بالإسلام أساسا. اثنين، بنايات الحكومية الخاصة بالتربية بالمدارس تكاد تكون معدومة، بل هدمت بعض المدارس التي على أساس أنها سوف يتم إنشاء مدارس بدلا عنها إيجابية. منطقتنا نحن في ديالة في منطقة بني سعد قرية أبو شير كان هناك بناية قديمة للمدرسة تم تهديمها على أساس يعاد بنائها، لم تعاد نهائيا بنائها. إذا العمل ضد التعليم ممنهج على مستوى المنهج، على مستوى آليات العمل، على مستوى الكادر التعليمي في العملية التربوية. إذا هذا عدم التعيين وهم الحاجة الماسة لمعلمين ومدرسين يؤكد أن هناك إرادة خارجية تريد أن تجهل العراق وتجعل من المسألة العلمية العراقية ثانوية أو متردية أو متراجعة، وهي الأسباب الحقيقية لهذه النتائج التي نراها الآن. نعم، ما خطورة وجود هذه الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في بلد مثل العراق يمتلك كل هذه الموارد؟ يعني ألا يجب أن يكون هناك لربما خطط لتنمية البلاد؟
اولا هذه التجربه كلما تكبر كلما يدلل على السير بالاتجاه السيء. رب العزه اول كلمه قال في القران الكريم قال اقرا اي تعلم. واول شيء اظهر لنا اعجاب رب العزه بنبيه الجليل صلى الله عليه وسلم قال انك لعلى خلق عظيم. اذا التعليم والتربيه الخلقيه هي اساس المجتمعات بشكل عام. التربيه والتعليم التي هذه الوزاره التي موكله لها هذه المهمه نراها بهذه التردي. اذا نحن نؤكد هنا ان هناك اراده تذهب باتجاه تدمير هذا الموضوع. واذا كبرت الفجوه ما بين مستوى التعليم وبين السعه الكبيره للبطاله بانواعها ستنتج لاحقا بطاله حتى بطاله غير مثقفه وغير مؤهله. الان اذا هناك بعض المؤهلين يطالبون بحقوق التعيين بعد ان تدمر التعليم ستنتج بطاله جاهله عاطله غير واعيه، وبالتالي تكبر الهوه والعطاء الانسان الجهد البشري لم يكن بالاتجاه السيء. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.